السلام عليكم متابعي جريدة أشواق اعتفاء. اليوم كنتواجدوا بجماعة تسكليلت بمركز طالت باش نسلطوا لكم الضوء على أحد أكبر المواسم الدينية في إقليم شتوكا إتباها وهنا بجهة سماسة وعلى الصعيد الوطني. كتعتبر موسم لالة تعلات من بين المواسم الدينية المشهورة، وكينعقد الموسم الديني لالة تعلات بداية كل مارس فلاحي من كل سنة. هذا وكيبدا التوافد ديال الناس ابتداء من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة. وبلغة الأرقام متابعينا، موسم تعلات كيحضروا أزيد من 20,000 طالب من طلبة العلم وكذا زوار من عامة الناس من مختلف أنحاء المملكة. وبالمناسبة متابعينا الكرام متابعي جريدة أشواق التيفا، فموسم تعلات كيتشهر بتلاوة القرآن الكريم بشتى الروايات وغير من ذلك من الدروس الدينية اللي كتغطي الجانب الروحي لدى الزوار ولدى طلبة العلم بالمنطقة. كما أكدنا وسبق أكدنا متابعينا الكرام ومن مصادر موثوقة ومن مصادر مطلعة، فإلى حدود الساعة ما كانش أي قرار بخصوص تنظيم هذا الموسم هذا السنة، في انتظار بلاغ رسمي من الجهات المسؤولة ومن الجمعية المنظمة لهذا الموسم الديني في المنطقة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.